أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك أن بلاده بدأت مفاوضات مع كندا بشأن اتفاق ثنائي حول بعض الضمانات الأمنية المفترض أن تمنح إلى كييف لمساعدتها في صد العمليات العسكرية الروسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قامت بشن هجمات على أراضي روسية باستخدام طائرات بدون طيار، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت المسيرتين أثناء تحليقهما فوق الأراضي الروسية. أصيب 23 عنصرا من مشاة البحرية الأمريكية بتحطم طائرات عسكرية على جزيرة في شمال استراليا خلال تدريبات مشتركة يشارك فيها عسكريون من استراليا والولايات المتحدة وإندونيسيا والفلبين وتيمور الشرقية. قالت وزارة البيئة اليابانية إن الاختبارات التي أجريت على مياه البحر بالقرب من محطة فيكوشيما للطاقة النووية لم ترصد أي نشاط إشعاعي، مضيفة أن مياه البحر لن يكون لها أي تأثير سلبي على صحة الإنسان والبيئة. أعلنت السلطات الفلبينية فرار مئات السكان من منازلهم بعدما اجتاحت الفيضانات الناجمة عن الإعصار سولا عدة قرى شمال شرق البلاد، مشيرة إلى حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي على نطاق واسع دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار جسيمة. جدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي الدعوة لإجراء الانتخابات في ليبيا باعتبارها السبيل نحو استعادة الشرعية، مؤكدا أن ليبيا لم تعد تحتمل تشكيل حكومة مؤقتة أخرى، مضيفا أن الشعب الليبي قلق من استمرار الانقسام الذي قد يخلق وضعا يهدد بأن تفقد ليبيا سيادتها ووحدة أراضيها. اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة ونظموا جولات استفزازية في باحاته تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، كما أصيب 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم طول قرم الواقع شمال غرب الضفة الغربية. أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار انتهاء إجراءات تسليم أكثر من 4100 وحدة سكنية للمستفيدين من الوحدات بالمرحلة الأولى من سكن موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الأعمال جارية بالمرحلة الثانية من سكن موظفي العاصمة، مشددا على دفع العمل بالمشروعات الخدمية لتلبية احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية. افتتحت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني فعاليات الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب مشيدة بالمستوى التنظيمي للمعرض وما يشمله من إصدارات تغطي مناحي المعرفة المتعددة، مشيرة إلى أن المعرض يمثل أحد الروافد التنويرية بما يشمله من مئات العناوين بمجالات الثقافة المتعددة. توافد المواطنون بكثافة على منافذ مبادرة كلنا واحد التي أعلنت عنها وزارة الداخلية لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، وأعرب عدد من المواطنين عن شكرهم لوزارة الداخلية لحرصها على إطلاق مثل هذه المبادرات التي تعكس تطور الفكر الأمني للوزارة وإيمانها بضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة.